متابعينا اهلا بيكم وحلقه جديده من فانتزي يلا كوره. هنتكلم النهارده عن الجوله 33 واهم اللعيبه اللي انت ممكن تحتاجها في الجوله دي. في حراسة المرمى عندك فليكن حارس مرمى برينتفورد عامل 5 كلين شيت و102 سيف وجايب 94 نقطه لحد دلوقتي ونسبه ملكيته 4% وعنده جدول ماتشات سهل. اخيرا وبعد طول انتظار وبعد 7 سنين من تدريبه في البريمير ليج ابتدينا شويه نفهم دماغ جوارديولا قدام الفرق الدفاعيه بيضطر يلعب ظهير هجومي ممتاز، وقدام الفرق الهجوميه بيضطر يلعب ظهير ايمن بيدافع كويس زي اكانجي زي ووكر وهكذا. طبعا مع تالق ريكو لويس قدام كريستال بالاس كان لازم تتاكد مليون في الميه ان هو هيلعب قدام لوتن تاون. ريكو لويس لعب 7 ماتشات السنه دي كاساسي مع مانشستر سيتي، قدر في اكتر من 5 ماتشات ان هو يساهم باكتر من 6 نقط في الجوله الواحده، فبالتالي ريكو لويس انا شايفه اختيار دفاعي ممتاز جدا لفريقك الجوله دي في الفانتازي. في الدفاع لازم نتابع حاله اصابه ايت نوري لاعب وولفز، لو هيبقى جاهز للمشاركه فلازم يكون موجود في تشكيلتك، الراجل بقى يلعب جناح مش مدافع، استغل غيابات الفريق الفتره الاخيره وعنده مساهمات هجوميه قويه، فلو عندك اصبر عليه شويه ومتفرطش فيه بسهوله. لو هنجيب حد تاني من وولفز فهيبقى كيلمان، جايب جولين وعامل 5 كلين شيت، نسبة ملكيته 2% وجايب 75 نقطة، فممكن تفكر فيه. ومن أهم المدافعين الديفرنشال عندك إيجيلون، مدافع برينتفورد، عامل 5 أسيست و3 كلين شيت، ونسبة ملكيته 1%، فممكن تفكر فيه هو كمان. جوستو مدافع تشيلسي اللي اتكلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، عامل 5 أسيست و3 كلين شيت، وعنده جدول ماتشات مناسب، فجوستو مكمل معانا. مع تألق بورنموث الجولات اللي فاتت في البريمير ليج، ومع تأهل دفاع مانشستر يونايتد في الجولات الأخيرة، بالتالي مهم جدا إن أنت يكون عندك عنصرين من بورنموث. العنصر الاول معروف طبعا للكل، سولانكي سجل 16 هدف بينافس على الهدافين، مهم جدا ان يكون عندك الجوله دي سولانكي، ان بورنموث الجوله الجايه عنده ماتشين دبل جيم ويك. كمان جاستن كلويفرت اللي ظهر بشكل كويس جدا الفتره الاخيره، وابن الاسطوره الهولنديه باتريك كلويفرت. جاستن كلويفرت ساهم باسيست وجاب كره في العرض الماتش اللي فات والماتش اللي قبله قدر يسجل هدف، فبالتالي نص ملعبك يحتاج بشكل كبير جدا جاستن كلويفرت. عايز اروح لماتش يمكن الناس كلها مش شايفاه، بس انا شايف ان احنا نقدر نطلع باثنين لعيبه من الماتش ده، نوتنغهام فورست وولفرهامبتون. نوتنغهام فورست عنده لعيب متالق بشكل كبير جدا السنه دي، يمكن اللعيب كان معروف جدا في الفانتازي السنين الاخيره مع نيوكاسل ومع نوتنغهام فورست السنه دي. كريس وود لعيب مهم جدا لفريقك الجوله دي. هتقول لي ليه؟ اقول لك مع اصابه المهاجم النيجيري المتميز جدا لنوتنغهام فورست اصبح كريس وود لاعب اساسي في خط هجوم نوتنغهام فورست مع كتيبه نونو سانتو. كريس وود السنه دي لعب 14 ماتش قدر يسجل 12 جول، وكمان اخر 4 جولات مسجل فيهم كلهم حتى قدام توتنهام، الراجل ده ما بيرحمش. مهم جدا انا شايف في وجهه نظري ان كريس وود يكون موجود في فريقك الجوله دي. اللعيب الثاني اللي عايز اتكلم عليه بابلو سارابيا. بابلو سارابيا مع اصابه نيتو مع اصابه هوانغ هيتشان ابتدى الاعتماد الهجومي عليه يكون بشكل كبير جدا في ولفرهامبتون، كمان بيلعب ركلات الجزاء، السنه دي مسجل 4 اهداف وصانع 7 اهداف. بابلو سارابيا لعيب متميز جدا، شفناه مع باريس سان جيرمان قبل كده وشفناه في الدوري الاسباني، بالتالي بابلو سارابيا برده شايف ان هو اختيار ممتاز جدا لخط وسط فريقك. نروح لخط الوسط، وعينك لازم تروح على بالمر، لاعب تشيلسي اللي مكسر الدنيا وعامل قلق وبقى يخوف اي دفاع في الدوري الانجليزي، الراجل بيقدم موسم تاريخي جايب 16 جول و10 اسيست، وجايب 182 نقطة، فده كده مكمل معانا لنهاية الموسم. صلاح طبعا اللي اتكلمنا وقلنا ما ينفعش ما يكونش موجود في تشكيلتك لنهاية الموسم. صلاح دلوقتي وصل ل 17 جول وعامل 9 اسيست، ومع جدول ماتشات ليفربول اللي لحد ما كويس، صلاح ممكن يقدر يسجل ويصنع في كل جولة لحد نهاية الموسم. فانا هفضل مراهن على صلاح لنهايه الموسم. برايم موبيمو لعيب مهم جدا برضو، ابتدى يرجع سجل هدف قدام استون فيلا الجوله اللي فاتت، برايم موبيمو هيلعبه شيفيلد يونايتد الجوله دي، مهم برضو يكون موجود في فريقك. ومن اللعيبه اللي هتفضل مكمله معانا نجم الجانرز ساكا اللي جايب 14 جول وعامل 10 اسيست وعنده جدول ماتشات متوسط، فخليه معاك لنهايه الموسم وانت مطمن. عندك من اليونايتد جراناتشو، سعره كويس جدا، جايب 5 اهداف عامل 7 اسيست وجدول ماتشاته كويس مع مانشستر يونايتد، فهيبقى اختيار كويس جدا ليك. الشجره المثمره لمانشستر سيتي في الفتره الاخيره وهو فيل فودن اللي جايب لحد دلوقتي 183 نقطه وجايب 14 جول، ده غير انه جايب في دوري الابطال امام ريال مدريد جول جامد جدا، فالراجل حرفيا بيطلع نار من بقه، ففودن لازم يفضل مكمل معاك لنهايه الموسم، اوعى تفرط فيه. نرجع تاني لليفربول وناخد منهم داروين نونيز، الراجل اللي ارقامه كويسه جدا الموسم ده برغم من كم الفرص الغريبه اللي بيضيعها، ربنا يكون في عون مشجعي ليفربول على اللي بيشوفوه من الراجل ده بصراحه، فهيبقى اختيار كويس وكمان عنده دبل في الجوله 34. من المهاجمين اللي هيفضلوا مكملين معانا لنهايه الموسم ايزاك، الراجل اون فاير في الفتره الاخيره جايب 15 جول، فما تفرطش كمان في ايزاك. دي كابتن مين؟ مفيش غيره، محمد صلاح لنهايه الموسم، الراجل ده بينافس على هداف الدوري ومش هيسيبها، فنصيحتي كابتن صلاح وانت مطمن.
انا بتفق طبعا مع عبد الرحمن على اللي قاله. محمد صلاح مهم جدا يتكابتن حتى نهايه الدوري. اي حد بينافس على الهدافين لازم تحط في دماغك ان انت تكابتنه الجوله دي. دي كانت ابرز صيحنا للجوله 33 من فانتازي البريمير ليج. تابعونا في حلقات جايه كتير مع فانتازي. يلا كوره.